السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيها الأحباب الكرام، الإخوة والأخوات، هناك شيء مفتقد أو فقدناه في عند كثير من الناس. هذا الشيء المفتقد من أعظم الأسباب التي ترقي العبد في وصوله إلى الله عز وجل، إنه حسن الخلق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هذا غيض من فيض. ومع هذا الموضوع نلتقي بكم في هذه الحلقة التي أدعو الله عز وجل أن يجعلها نافعة خالصة من أجله سبحانه وتعالى، مع إخواني وأحبابي. نبدأ بالدكتور حازم شومان. أهلا بك يا دكتور حازم. دكتور غريب، الله يحفظك. أهلا بك أخي وحبيبي الشيخ أمين الأنصاري. أهلا بك يا شيخ أمين. مرحبا دكتور، الله يكرمك. أخي وحبيبي الشيخ أحمد جلال، يا مرحبا يا شيخ أحمد الهادي الساكن، الله يحفظك. وأخي أيضا اللي من زمان صلة حميمة به، الدكتور عبد الرحمن الصاوي، بارك الله فيه ونفع به. الله يكرمك دكتور غريب، ربنا يحفظك. الله يرزقنا الإخلاص والصدق يا رب. اللهم أمين أمين. مجموعة من الحبايب، من أحب الناس إلى قلبي وأقرب الدعاء إلى الله عز وجل إلى قلبي، ربطتني بهم علاقة حميمة جدا متوطدة بهم الأربعة. نبدأ إن شاء الله الحديث عن حسن الخلق، ونبدأ مع الشيخ أمين الأنصاري. بارك الله فيك يا شيخ أمين. كلمنا كده عن فضل وقيمة حسن الخلق بالنسبة للشخصية المسلمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة أنا عايز أتكلم فيها، أنا بحبك أنت تحديدا والله دكتور غريب. حبك الله معايا، يعني أنت بتهتم بالأمور القلبية والهدوء واللطف والمحبة والكلام ده، وبقيت إخواني بقى كل واحد فيهم ليه في قلبي محبة عظيمة. الدكتور حازم ونشاطه، والدكتور الشيخ أحمد ونفعه للشباب ولمن حوله وطلب علمه، الشيخ عبد الرحمن ونحسبه كذلك ولا نزكيه من الأتقياء الأخفياء. الحقيقة حسن الخلق ده أول شيء أنه رزق من الله، يعني الذي لم يرزق حسن خلق لابد وأن يقف أمام نفسه طويلا ليعلم لما حرم حسن الخلق. حسن الخلق ده أساسا من الله سبحانه وتعالى، رزق من الله. يعني رزق. تقصد جبلة إن الله خلق الإنسان الإنسان بها، ولا الإنسان من الممكن أن يصير حسن الخلق؟ حسن الخلق حاجتين، الخلق حاجتين، نوع بيبقى ربنا سبحانه وتعالى رزقه الإنسان مع ولادته ومع تكوينه، ونوع تاني بيكتسبه هو بالافتعال. النوع الأول كما جاء الأشج بن قيس لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك صفتان أو خلقين من الله ويحبهما الله، الرفق والأناة. فسأل الرجل، وفي رواية: أنا أتخلق بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما أحب الله ورسوله. الحمد لله. فدي واحدة: وإن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. واحد طلع شعره أسمر، بشرته بيضة، عينيه واسعة، واحد تاني طلع أسمر اللون. هي الأخلاق مقسمة كما قسمت الـ أيوة نعم. دي لوحدها تدعو للتأمل. ليه؟ لأن من من الله عليه سبحانه وتعالى ورزقه حسن الخلق فقد رزقه رزقا واسعا. منها مثلا الرفق. النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ما أدخل ما إذا أراد الله بآل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وما حرم آل بيت الرفق إلا حرم الخير. يعني صفة واحدة تخلي البيت سعيد وهانئ، وخلق واحد لو منزع من البيت يخلي البيت مشعل ومولع، ما هو الرفق. تخيل أنت لما الرفق ده، لما مثلا ابنك يكسر حاجة فترفق بالولد وترحمه وتاخده في حضنك. النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا: لا تضربيهم على آنية كسروها فإن لها أعمارا مثل أعمارهم. وما بين إن واحد عنده عنف وشدة فيغضب لأقل شيء، لأقل كلمة، لأقل حدث، فالبيت كله يبقى قاعد متكهرب ومتضايق وزعلان وخايف لحسن يزعله. يعني حسن الخلق له علاقة حميمة بالترابط حتى في السعادة. داخل الأسرة نفسها السعادة. لا يعني أقصد حسن الخلق والرابطة والآصرة، لأن إحنا دلوقتي شيخ أمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكبر مشكلة إحنا عايشينها دلوقتي هي التقطع والتشرذم. صحيح. وده من أعظم أسبابه ومن أعظم الأشياء التي أدت إليه سوء الخلق. صحيح. إحنا أنا عايز أنتقل للدكتور حازم، إطلالة كده دكتور حازم على مسألة إزاي حسن الخلق لما غاب الدنيا باظت. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، أما بعد، فيعني قضية حسن الخلق في الدين يعني دي جمال الدين، ده إبهار الدين. أكبر سبب لدخول غير المسلمين الإسلام إيه؟ يعني الوقت إحنا عندنا 1.5 مليار مسلم على وجه الأرض، تعال نعد مع بعض كم واحد منهم دخل بسبب الدعوة والوعظ والدروس، وكم واحد منهم دخل بسبب الإعجاز العلمي في القرآن مثلا، وكم واحد منهم دخل بسبب الأخلاق والانبهار بأخلاق الإسلام والانبهار بعظمة أخلاق القرآن وعظمة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هنلاقي أن النسبة الاكتساحية دخلت بسبب أخلاق. الأخلاق النسبة الاكتساحية دخلت بسبب الأخلاق. عشان كده السيدة خديجة رضي الله عنها لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها: زملوني زملوني أو دثروني دثروني، على الروايات بتاعة الحديث. فالسيدة عائشة بتقول له إيه؟ كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك إيه؟ لا تصل الرحم، تحمل الكلب، تطعم المسكين، تعين على نوائب الحق، تقر الضيف. فالسيدة عائشة تصدق الحديث، تصدق الحديث، تؤدي الأمانة، أيضا في البخاري، وتكسب المعدوم. السيدة عائشة جزاك الله خير. السيدة عائشة خديجة. كان ممكن تقول كلمة تانية. السيدة خديجة كان ممكن تقول كلمة تانية خالص. كان ممكن تقول إنك لا تتحنث في غار حراء ألا لذوات العدد. وده كان الشيء المبهر أكتر يعني بالنسبة لنا لما نقرأ، ده شيء مبهر أكتر عند النبي صلى الله عليه وسلم، اللي رايح طالع ساعة ونص ولا ساعتين ونص جبل، ورايح في قلب الظلمة وفي قلب الظلام، ولما الواحد بيقف من على قمة غار حراء بيشوف منظر أصلا مبهر يعني. كل ما حولك جبال وبعدين ومكة بعيدة مش طالعة كده وبيرجع آخر النهار الليالي ذوات العدد، في بعض الروايات أنها كانت تصل إلى شهر عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة. يبقى السيدة عائشة هي نفسها مبهرة. السيدة خديجة سبحان الله، السيدة خديجة رضي الله عنها هي نفسها منبهرة بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. هي نفسها منبهرة بالشخصية اللي تزوجتها، اللي بتشترك في حلف ابن جدعان، وليها حراك اجتماعي في المجتمع، وليها دور فاعل في كل مشكلة تتعلق بأرحامه أو خارج أرحامه أو حتى واحد مظلوم في قبيلة تانية. السيدة عائشة مبهورة بأخلاق إيه؟ السيدة خديجة مبهورة بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده الرجل اليهودي في المدينة، يعني سيب بقى سيدة خديجة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام اللي جوه بيت النبي، تعالى بقى الواحد يهودي، واحد من أحبار اليهود، واحد عايز يعرف يعني النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل اللي بيقول إنه نبي صادق ولا مش صادق، عمل إيه؟ راح سلف النبي عليه الصلاة والسلام، وجي قبل الميعاد وقام رايح جبل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إيه؟ هات ما عليك إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. الراجل ده لما أراد إنه يعرف ده نبي ولا مش نبي، قال انا هراقب حاجه فيه اعرف بيها هو نبي ولا مش نبي. انا لو انا مكانه مثلا اتوقع ان هو يراقب قيامه، ان هو يراقب عبادته، ان هو يراقب بكاءه لما يقرا القران. الراجل راقب اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، وراقب اخلاق النبي ايه؟ ما راقبش اخلاق النبي وهو بيقول ازيك يا فضيله الشيخ وازيك. راقب اخلاق النبي ساعه الاساءه، ساعه الاساءه وهو بيتهمه وبيتهم عائلة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاي قدام تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام. ده دي قضية تانية خطيرة جدا، ده جاي قدام تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ده قصة، ده منظومة على بعضها كده. هو عموما غير المسلم لا ينظر إلا إلى الأخلاق عندك،
هو لا يرى عبادتك ما بيبصش ما بيبصش الا الاخلاق ما بيشوفكش وانت بتقوم ولا يتاثر الا بالاخلاق انما هو بيشوف معاملاتك عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وانك لعلى على ديت الاستقامه على ديت يعني ايه يعني يعني لا لا يخرج عنها لا يحيد يمين ولا شمال وانك لعلى خلق بالتنكير للتعظيم لعلى خلق عظيم خلق عظيم يعني ايه يعني من يرى ينباهر المفروض الملتزم ده اللي يشوفه في دفعته ولا في شغله ولا ينبهر ينبهر بدرجه الاخلاق البايره دكتور قاعد فيجي مريض ممكن يديله عينات مجانيه من الشركات اللي قدرت تديها له وممكن يتصل بالليل بعد ما يخلص العياده يطمن على المريض انت عملت ايه الدواء وممكن ينزل يروح بيت المريض يطمن عليه وجاي العياده ثاني يوم المفروض الدكتور الملتزم يبهر العيانين المفروض المهندس المفروض ان الملتزم ده مبهر إنسان يعني الأخلاق لما تبقى صبغة عامة عند المسلمين دي بتؤثر تأثير قوي جدا جدا في الترابط والآصرة تكون قوية بين المسلمين وبعضهم البعض وبالتالي هنعالج المشكلة والكارثة اللي احنا عايشينها أنا عايز أنتقل من حضرتك للشيخ أحمد جلال أنا عايز إطلالة مركزة أكتر على إزاي لما حسن الخلق اضطرب واهتز أثر على المجتمع فغير في تكوينه وتفاعلاته وفي ردود أفعاله فظهر العنف في صور كثيرة عنف لفظي عنف باليد عنف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وبعد يعني أشكر الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء إن وفقنا ربنا سبحانه وتعالى لهذا اللقاء وأسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة بص دكتور غريب أنا عايز أوضح بس عدة أمور لما غاب حسن الخلق بين الناس عايز حضرتك الآن تنظر إلى الإعلام لما غاب مفهوم هو حسن الخلق إحنا معلش عذرا إحنا عايزين نكون دقيقين أكتر وصلح اللفظ ده مش غاب حسن الخلق لا نقول ضعف 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 جدا لدرجة شبيهة بالغياب بس يعني لأن برضو في خير موجود تخيل النهاردة عندنا إعلامي طلع على قناة من القنوات بسبب خلاف سياسي بدأ يكذب وده سوء خلق بدأ يحرض وده سوء خلق بدأ يسمعوا الناس في التلفزيونات فبدأوا يحولوا اللي سمعوه من الكذب إلى كذب أكثر والعنف اللي سمعوه لفظا حولوه للفعل وبالتالي بدأ النهاردة يكون في الطريق الثاني رد على هذا العنف فأصبح عندي النهاردة عنف مقابل لعنف أصبح عندي النهاردة سوء خلق مقابل لسوء خلق نظرة بسيطة كده على الصفحات بتاعت كثير من الشباب الملتزم أنا لن أتكلم على الصفحات العلمانية لأن هذه الصفحات أصلا يعني ما فيش دين بيحكمها فبالتالي لن تجد هناك خلق متوقع منها ولكن أنا عتب الآن على إخواننا على الصفحات الإسلامية كيف وجدنا منهم ألفاظ خارجة كيف وجدنا منهم اتهامات كيف وجدنا منهم يعني أشياء لا ينبغي أبدا أن تظهر عايز أقول أنا بوجه كلام الملتزمين عايز أقول الطريق الإسلامي كله الفترة اللي فاتت دي ظلم فلا ينبغي عليه أن يرد الظلم بظلم ولكن عليه أن يصبر ويظهر للناس حسن الخلق عندها تكون القضية رابحة بنسبة 100%. عايز أقول لإخواننا الملتزمين خلونا الآن نعيد الفهم الحقيقي لهذا الدين. الدين ليس عبارة عن صلاة وصيام وزكاة وحج فقط، لا، أخطأ من ظن هذا الظن، بل الدين هو عبارة عن جزئين أساسيين بمثابة جناحي الطائر. الجزء الأول هو جزء العبادة، الجزء الثاني هو جزء الأخلاق مع الناس، المعاملات. الأخلاق دي إذا لم تضبط بضوابط الشرع صدقني لا ينفع هذا الإنسان عمله أيا كان هذا العمل فيما بينه وبين ربه. تخصصك للملتزمين بصفة خاصة لأن هم رد فعلهم على الإساءات اللي بتحصل أو في الواقع اللي بيحصل، لا يعني أقصد مؤثر جدا جدا في الدعوة. بالضبط. لأن بالضبط. بالنسبة للناس يعني بالتأكيد الأخ الملتزم ده بالنسبة للناس كتير لازال أو بيتأثروا به على أساس أنه هو رجل متدين ومصدر لل... بالضبط. أنا عايز أقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفات المؤمنين في أول سورة المؤمنون قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون، حضرتك تابع بس معايا متابعة يسيرة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، دي عبادة. والذين هم عن اللغو معرضون، دي أخلاق. والذين هم للزكاة فاعلون، دي عبادة. والذين هم لفروجهم حافظون، دي أخلاق.
لو جينا نظرنا إلى أواخر سورة الفرقان عبادة وأخلاق عبادة وأخلاق عبادة وأخلاق، الله سبحانه وتعالى يذكر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، دي أخلاق، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما دي عبادة. حضرتك كمل الصورة هتلاقي ماشية بهذا الوضح. الانفصام اللي حصل عند التيار الإسلامي النهاردة أو عند بعض الناس من أبناء التيار الإسلامي النهاردة من إن خلاص أنا اعتمدت على العبادة فتركت الأخلاق، هقوله لا، ما تنساش إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة تقوم الليل ولا تنام، تصوم النهار ولا تفطر، وتتصدق بالكثير إلا أنها تؤذي الناس بلسانها، قال النبي لا خير فيها هي في النار. عايز أذكر أبناء التيار الإسلامي إن أبا ذر رضي الله عنه لما قال لعبد عنده يا ابن السوداء، النبي قال له إنك امرئ فيك جاهلية، وأبو ذر هو من هو. عايز أذكر برضو أبناء التيار الإسلامي، أبناء التيار الإسلامي يعني التركيز عليهم أنا شايف إن الكلام يشمل الكل، وإن كنت تقصد ترمي لحاجة معينة إنما الكل. عايز أقول يا دكتور غريب، أنا عايز أقول إن أبناء التيار الإسلامي متسلط عليهم الضوء قوي، صحيح، وكل لفظة بتخرج منهم بتطلع أدي أبناء التيار الإسلامي. لا أنا عايز النهاردة أظهر خلاف ذلك، أنا عايز أظهر فعلا حسن خلقي، عايز أظهر أدبي، عايز برضو أوضح إن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه ابن حبان في صحيح من حديث أبي هريرة، وأصل الحديث في صحيحين من حديث ابن عباس، مر النبي على قبر فاصفر وجهه وارتعدت فرائسه، اصفر وجهه، قال ألا تسمعون ما أسمع، ألا تسمعون ما أسمع، قلنا وما تسمع يا رسول الله، قال رجل يعذب في قبره، قلنا ولما يا رسول الله، قال كان يؤذي الناس بلسانه. من الأمور اللي بتفزع يا دكتور غريب حديث أبي مسعود البدري لما على عبدا عنده بصوته وهم بضربه، ده هو ما عملش حاجة، ده هو خوفه بس بيرفع صوته هيضرب بس، قال فإذا بصوت من ورائه يقول اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، فقال من شدة الصوت صوت النبي صلى الله عليه وسلم فوقع صوته من يدي، فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه، قلت يا رسول الله هو حر، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تفعل لفحتك النار. مجرد بس إنه خوفه رعبه بيقول له أما إنك لو لم تفعل لما كنتش حررت كنت دخلت النار. أمال النهاردة اللي ماسك سكين الواحد في الشارع، أمال النهاردة اللي عمال يهتك أعراض الناس للنهار على الصفحات وعلى القنوات، أمال النهاردة الإعلاميين اللي عمالين ليل نهار بيحضوا حد صريح على قتل ودبح الإسلاميين في كل مكان، أمال دول النهاردة يبقى وضعهم إيه بين يدي الله؟ أنا كنت لسه بذكر لكم موقف عجيب، عايز أوصل حق إحنا بعض الناس وصلوا أي حد على الطريق، كان فيه مطب عربية محملة أشجار عربية نقل، شافت المطب فجأة فوقفت، فجأة عربية جت عربية من ورا خبطتها، فنزلت شكله مع بعض. فزمان كنا بنشوف في اتنين بيتشكلوا مع بعض في عربيات، يجي مثلا عصاية كوريك هينزل ياخد غصن شجرة من الشجر الموجود، لا ده مش كده، ده نازل بالمنشار اللي هو الكهرباء ده بيشد المنافلة بتاعته الخيط بتاعه وبيدوره وبيجري وراه، ده احنا وصلنا لهذا الحد. مش ممكن يا دكتور غريب، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج ذات يوم من الجهاد قال لأصحابه بهذه الصورة بيحذر، ده جهاد ذروة سلم الإسلام، قال ألا من قطع طريقا أو آذى مؤمنا فلا جهاد له، لهذا الحد. أيوه عايز رب جيل يبقى مؤدب، عايز رب جيل يبقى عنده خلق، عايز رب جيل فعلا لما الناس تشوفه تلتزم، عار على الإسلاميين أو يعني على المسلمين. يعني أنا عايز يعني أخذ من هذه النقطة وأنتقل للدكتور عبد الرحمن اللي هي مسألة أن الخلق وتأثيره على العبد في الآخرة، يعني إزاي دلوقتي مثلا التي كانت هي في النار تسيء الخلق، عابدة والتي كانت يعني تحبس هرة لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي أطلقتها تأكل من خشية الأرض بتعذب في القبر وهكذا. عايزين إطلالة كده سريعة يعني على مسألة إزاي إن الآخرة الخلق حسن الخلق أو عدم حسن الخلق يؤثر على آخرة العبد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم حسن الخلق، آمين، وأن يرزقنا إياكم رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلق. الحقيقة أن موضوع حسن الخلق كما قلنا قبل اللقاء لا يحتاج إلى موعظة واحدة أو إلى محاضرة واحدة، لأن الأمة تفتقده الآن، لكن فعلا من أهم ومن أعظم ما يحدو بالإنسان إلى حسن الخلق أن يعلم أن له ثوابا عند الله جل وعلا في الآخرة.
كما تفضلت. يعني كثير من الناس ممكن يأثر في الأذكار لكن ما يعرف فضل هذا الذكر يحرص عليه لأن له أجر عظيم عند الله جل وعلا. يكفيك يا أخي الحبيب لو أنك قضيت النهار كله في حياتك صائما والليل كله في حياتك قائما لن تصل إلى درجة من أحسن الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن خلق، كما في مسند أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الشيخ الباني، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن خلق. أكتر حاجة تثقل ميزانك يعني حتى يكون الكلام عمليا. أنت ممكن واحد يقول لك كلمة في الشارع تقول له الله يسامحك، إيه كلمة احنا كنا بتربى عليه الله يسامحك، هذا حسن خلق، ربما تأخذ به أجر قيام ثلاث ليالي عند الله جل وعلا أجر. ممكن واحد مثلا ماشي في الطريق يكلضم في وشك فأنت تبتسم ربنا يجمعنا في الجنة، بسمة، أليست هذه البسمة حسن خلق؟ هي برضو مش سهلة. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يدل أن الموضوع أنا أريد أن يعني أحفز الناس على أمثلة لحسن خلق عملية في حياة الناس. صحيح، أنت لا تصعب عليك أن تخرج مبتسم وسط الناس، يعني يصير هذا الصعب سهلا لما تقف على هذا الأجر العظيم والمثوبة الكبيرة. يكفيك من أعظم الأجور، وأنا أريد أن يلتفت عليها الجميع، أنه ربما يهتدي الإنسان فعلا ببسمة منك أو بكلمة منك أو بحسن خلق منك. وهذا الحسن الخلق هو الدعوة العملية التي نفتقدها، كما تفضلت في أول لقاء إحنا مفتقدين هذا، أو يعني عشان نحسن اللفظ قليل جدا أو عزيز بيننا. إحنا نحتاج فعلا إلى أن ننظر إن ممكن أنت واحد، أنا دايما أحفظ هذه الكلمة وأقولها لنفسي، فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. تخيل الدكتور ريب يعني شيخ الناس كنا بتحبه، شيخ محمد حسان، شيخ محمد يعقوب، شيخ مصطفى الحويني، شيخ مصطفى العدوي، أنت حضرتك شيخ أمين، سمعت له ألف محاضرة وألف خطبة. وممكن أسألك أقول لك الشيخ ده الجمعة اللي فاتت كان بيخطب عن إيه؟ والله ممكن ينسى. صحيح، إنما عمره ما ينسى أبدا إنه كان في يوم من الأيام ماشي، وهو ماشي شايل شنطة في إيده، راح الشيخ أمين موقف العربية جنبه وقال له اتفضل يا آخر أوصلك. توصلني جزاك الله خير، لا والله ما وصلك، ويوم نازل شايل الشنطة منه، هتشتري الشنطة شيخ كمان ويوديها عند البيت لازم أطلعك بيها. عمر ينسى هذا الموقف؟ مستحيل ينسى هذا الموقف، لأن النفس البشرية مجبولة على التأثر بحسن الخلق. يا أخي كما يقال أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الناس أخلاقه، أو كما قالوا يعني الإحسان إلى الناس هذا أثر عظيم عند الله جل وعلا. أذكر أن الشيخ أحمد القطان ومن مؤسسي الدعوة في الكويت، سأل الله أن يحفظه ويحفظ جميع دعاة المسلمين، من مؤسسي الدعوة في الكويت، هو بيذكر بنفسه عن سبب يعني التزامي ودعوتي وهداية أبي. هذا الرجل الداعية الشيخ أحمد القطان كان يعمل مخرج سينمائي، كان ممثل ومخرج سينمائي، ولما من الله جل وعلا عليه بالهداية وأراد أن يكون سببا في هداية أبيه، عاوز يدعو أباه إلى الهداية، فأبى عليه أبوه، يذكره لا يتذكر، ويكلمه وراجل داعية عنده الآيات والأحاديث والمواعظ كثيرة جدا، فيقول فمرض أبي يوم من الأيام، قلت هذه فرصتي، أجاز من الشغل وقعد مع أبي، يعمل إيه؟ إذا أراد أبو طعاما تحت أمرك يا أبي، إذا أراد شرب على طول قدام أبي، إذا تقلب على الفراش عاوز إيه أبي؟ يقول ظل يحسن الخلق مع أبيه، مع إن أبوه كلمة اللي بسمعها على طول أنا بكره الدقون دول، مش بسمعها كلمة على طول دي إحنا اصطبحنا بدأني مين النهاردة؟ ما هو يعني الناس جبلت على هذا كلام واقعي والله. فيقول أخذت على عاتقي أن أدعو أبي بالأخلاق، بالخدمة، بحسن المعاملة، بالعشرة معه. يقول فقال أبوه يوما يا ابني يا أحمد يا ابني هم كل بتوع الدقون دول زيك، هذا فحوى كلامه، هم بتوع الدقون؟ قال له لا والله ده كلهم أحسن مني. فلا زال بهذه الأخلاق حتى دخل أبوه في حظيرة الالتزام واستقام بدين الله جل وعلا. وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه، فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. الإحصائيات اللي كان ذكرها الدكتور حازم في الكلام في البداية، عدد المسلمين اللي دخلوا بالأخلاق قد إيه؟ أنا يعني هي مش إحصائيات، هي نسب. لا ده أنا أمم شيخ الدكتور غريب، أنا جمعت من عن طنت أعداد المسلمين المنتشرين في العالم، حتى ابن أحمد حفظهم. أول بلد في العالم في عدد مسلمين الهند، حوالي 340 مليون مسلم،
بعدها إندونيسيا حوالي 250 مليون مسلم، بعدها باكستان 170 مليون مسلم، بعدها بنجلاديش 150 مليون مسلم. لما تحسب دول أكتر من مليار، ما وصل الدين إليهم إلا بالأخلاق. بالأخلاق. أمثلة تاجر محمد ومحمود خدوا التمر من أرض الجزيرة العربية المسلمين، راحوا يبيعوها هناك في أندونيسيا حيث عباد البوزة والسجود للأصنام وعباد الفئران وعباد الأبقار، راحوا هناك يبيعوا التمر. فكود اللي حصل إيه؟ محمد فتح كشك ومحمود فتح كشك جنبه. دي أمثلة عملية مكتوبة في الكتب سبب دعوة هؤلاء. فيجي واحد يشتري من محمد، يعني عاوز 2 كيلو تمر، يقول له خد. يجي واحد تاني يشتري برضه من محمد، يقول له روح اشتري من محمود، أصل ده زميلي وجاري وأنا بعت النهاردة وهو لسه ما باعش، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب الآخرين ما يحب نفسه. أنا أحب أبيع، بعت خلاص اشتري منه. يقول له عم أنا جاي اشتري منك، يقول له هو لسه ما باعش. يخرج الرجل يقول له إيه، في ناس كده، في أخلاق كده. فلا زالت هذه الأخلاق تنتشر وسط هؤلاء حتى دخل الناس فعلا في دين الله أفواجا. بماذا؟ بالخلق، بأخلاق التجار. أنا لما أجي أعرف حسن الخلق أفتكر كلمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى والصبر على الأذى. بذل الندى يعني بذل العطاء، الإنسان يكون معطاء. وأنا ظني إن أعظم العطاء مش العطاء الدنيوي، العطاء الأخروي، العطاء الأخروي. والعطاء الأخروي لما يجي بالدعوة بالأخلاق يبقى ده يعني فعلا ده من أعظم الناس حسن الخلق، ده في حد ذاته أحسن الأخلاق. بذل الندى وكف الأذى، الإنسان لا يؤذي أحدا لا بلسانه ولا بمقاله ولا بفعاله، والصبر على الأذى، الصبر على أذى الناس، ده من حسن الخلق. تلقيك لأذى الناس قول أو فعل أو ما شابه ذلك، ده من حسن الخلق. يعني إنسان بيتكلم مع الناس كلام كويس وكف أذاهم على الناس، لسه مبقاش حسن الخلق حتى يمتحن في مسألة الأذى، هيصبر ولا مش هيصبر. فهم ثلاث حاجات مكونات أساسية لحسن الخلق. حسن الخلق بالمعنى ده دكتور حازم بيفرق فعلا في آخرة العبد. ما شاء الله دكتور غريب، انت أسئلتك موفقة ما شاء الله. ما شاء الله. يعني سبحان الله العظيم، قال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم، يعني وألفاظ القرآن طبعا ألفاظ إعجازية، وحروف القرآن حروف إعجازية. يعني يمكن أنا وإخواني وإحنا جايين في الطريق كنا بنتناقش في باقي الاستصحاب في القرآن الكريم والإعجاز في باقي الاستصحاب في القرآن الكريم، لما بنفسر بقى الباقات بتاعت القرآن بهذا المعنى بيخرج معاني خطيرة جدا. يعني زي مثلا وما توفيقي إلا بالله، ولم أكن بدعائك رب شقيا، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو الباء هنا حملت على الاستصحاب فإنك بأعيننا بتخرج بمعاني مهولة، غير أن المعظم بيحمل دايما الباء على الاستعانة أو الملابسة. يعني إيه يعني المقصد، يعني حفظ الله عز وجل لمن حسنت أخلاقه، يعني ما تخافش. فلا تبطلوا، يعني أنا لفظ الإبطال، يعني حتى يقول لك مثلا إيه، في قنبلة وفي مفعول ليها بيبطل، يعني إيه لا تبطلوا صدقاتكم. الصدقة دي لها مفعول، الصدقة دي ليها أثر. يعني زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كده إيه كان يقول إيه، اللهم إني أسألك علما إيه نافعا. فالعلماء حملوا نافعا على إيه، يعني كثير مننا يظن إن نافعا مثلا، أو يعني أنا كنت بظن قبل هذه القراءة إن نافعا يعني لما الناس تسمعه تنتفع، طلع إن الكلام مش كده. جزاك الله خيرا، أنا نفسي أخلاقي تتغير بهذا العلم. صحيح. أنا لو إيماني وأخلاقي وعزمتي ووجهتي في الحياة وعلاقتي بالله ما تغيرتش بهذا العلم، لن ينتفع الناس بهذا العلم. أقول معلومات، فالصدقة دي العبادة لا مفعول، لا تبطلوا صدقاتكم، أضع مفعولها في الدنيا وفي الآخر بالإيه؟ بالمن والأذى. الصدقة دي عبادات، والمن والأذى دي معاملات، ففساد المعاملات ضيع مفعول العبادات. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة، طبعا ده كلام مفزع يعني، وبعض الناس يقول لك اي لا يدخل الا بعد ان الامام احمد كان يقول لك ايه، يعني 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 معنى كلام احمد يعني انك انت ممكن تترك، لما بتكلم العوام سيب النص كده، تتركها تخوف الناس، سيب النص كده، ما تقولوش لا ايمان اكبر وايمان اصغر وكفر اكبر. يعني بص سيب النص كده، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. يعني واحد انا حديث ده بستشعره دايما بعد رمضان،
بعد 30 يوم صيام وقيام وتهجد وختمات واعتكاف وكل الاعمال الصالحه اللي ممكن انسان يتخيل علو الهم فيها. يعني لو انسان رمضان ده بيقولك انت تقدر انك تعمل 500 ضعف اللي انت لا تتخيل اصلا انك تعمله. وبعد تخيل بقى واحد جاي بقى بكل الحسنات دي وجاي يدخل الجنه، ممنوع. ممنوع ليه؟ لا يدخل الجنه تقاطع. روح شوف رحمك انت عملت بينك وبينهم ايه، روح شوف قطع الارحام اللي انت قطعته. يبقى فساد الاخلاق دمر، ده دمر تدميرا ثمره العبادات. يبقى اذا الحديث برضو المرعب الثالث حديث في نص مباشر، وان سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. بس الحديث ده دكتور غريب انت اللي تشرحه يا دكتور غريب ما شاء الله كنت ملاه، يعني ربنا يحفظه في جهده مع اولاده، يعني له شرح جميل. انا ممكن اشرحه نيابه عنك، يعني له شرح جميل اول هذا الحديث مع اولاده عشان يوصل لهم يعني ايه كما يفسد الخل العسل. فهو انا وانت واحد، احنا اولاد لهم عسل. جاب لاولاده عسل دكتور غريب، ربنا يحفظه يا رب، وبيربي اولاده، ربنا يسدده ويعيننا جميعا يا رب على تربيه اولادنا، وربنا يربيهم لنا. فجاب عسل اسمر، واختار الاسمر نتيجه يعني ايه خصائص فيه، يعني جاب العسل الاسمر ودوقه يا اولاد. فايه فجميل قوي يا ابي، خلاص عسل جميل جدا. وبعد كده قام جاب شويه خل وقام كببهم على العسل، دوق يا اولاد. فيعني ايه هو صور لي ان كان رد فعلهم صعب جدا، يعني ايه ده وايه اللي عمل فيه كده. فبدا يقول لهم تعالوا بقى اما اقول لكم يعني ايه كما يفسد الخل العسل، يعني ايه سوء الاخلاق بيفسد العمل، يعني ايه ان كلمه وحشه قلتيها لصاحبتك في المدرسه تضيع لك الصلاه اللي انت صليتيها امبارح وتبوظ لك صلاه امبارح. زي الكلمه الحلوه قوي للدكتور عبد الرحمن قالها الوقت، اللي هي كلمه ايه اللي هي ممكن الله يسامحك دي بثلاث ليالي قيام. فهم النصوص بقى ازاي نتعامل، يعني ايه لا يبلغ بحسن الخلق منزله الصائم القائم. ما هي معناها كده، صحيح معناها كده ان الله يسامحك دي ان انا ابوس راس مثلا احد اخواني ديت مثلا كان بقالي شهر صايم ما بطلتش الصيام، انا بقفز. يعني مواقف حسن الخلق بالذات ساعه الاساءه دي قفزات في ميزان العبد، في ميزان العبد يوم القيامه. وقرب من النبي عليه الصلاه والسلام، اقربكم مني مجلسا. انت ختام اللسان يا دكتور غريب، اقربكم مني مجلسا يوم القيامه. هو مجلس النبي يوم القيامه فين؟ في ظل عرش الله. في ظل عرش الله. يعني انت متخيل الاخلاق عملت فيك ايه؟ عشان كده اتدرون من المفلس، مفلس صيام وصلاه وزكاه، والنبي جابها بالنكره، يعني تعظيم بكل كلمه الله يسامحك لمن اساء اليك، وكل قبله تقترب من القمه. كل موقف حسن خلق تقترب من القمه. الله يسامحكم الله يسامحكم والله الله يسامحكم كلكم والله الله يسامحكم. لا انا بقول الله يسامحك، ما انا قيدتها حينما يسيء اليك انسان. اتصرف احيانا تخرج هذه الكلمه، عفوا يا دكتور عازم. لا تفضل. احيانا تخرج هذه الكلمه ويظهر منها سوء خلق. صح. يعني مثلا لما تيجي واحد تكلم واحد يقول لك محمد، يقول لا ما جيبش سيرته، الله يغفر له بقى، الله يغفر له. طب انت دلوقتي قلت الله يغفر له، دي معناها ايه؟ ايه اللي فهم منها؟ فهم منها قبيح. فتقول له الله يسامحك يا اخويا، الله يسامحك. طب ما دي ده كانك بتديله طوبه في دماغه وتقول له الله يسامحك. روح والله سهل. لا حتى كان في بعض العلماء يقول، اقول الحته دي واخد المايك بعد اذنك. اتفضل دكتور غريب. وديه للشيخ امين. بعض العلماء بعد انا قاعد اتفرج، انا قاعد انا يعني لو احنا يا جماعه انت الامير، انا مبسوط الحقيقه، انا المنسق الحركي للقاء ده دكتور حازم. احنا مبسوط بالحلقه الجميله دي الحقيقه، انا مشاهد، يعني انا بشاهدكم وكاني بشاهد التلفزيون. خلينا بس انا مبسوط الحقيقه، تصدق دلوقتي انا عرفت ان انا معاكم. تفضل يا شيخ امين. لا كلام قبل كلامك، ربنا يسامحك. احنا انا عايز من خلال تجاربك الواقعيه وقراءتك للنصوص، انا عايزك تحدثنا ازاي سوء الخلق وحسن الخلق فعلا ده مرايه قويه جدا جدا لصله العبد بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا الحقيقه صاحب حسن الخلق له انشراح في الصدر وهدوء في النفس وتوفيق في العمل لا يشعر به إلا صاحب الخلق الحسن، صاحب رضا عن نفسه. شوف أنا هحكي لك على يجي 10 أخلاق وراء بعض كلها فيها سعادة المسلم. شوف مثلا النبي يقول إيه، صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي الرضا فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذه إيه رضا حياة البني، رضا الواحد عن ربه في دينه وله رضا من الله سبحانه بسبب الرضا. سبحان الله. معايا الرفق، النبي عليه الصلاه والسلام اليهود معدين عليه، شوف ده 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 عم معاملته مع اعدائه، قالوا السلام عليك يا محمد اي الموت والهلاك، فقالت قال وعليك. فقامت عائشه رضي الله عنها وقالت
السلام عليكم ولعنته وغضبه وعقابه. فقال مهلا يا عائشة. قالت أهما سمعت ما قالوا؟ وكأن هناك مبرر أن الذي يسيء إليك تسيء إليه معايا. قال لها أهما سمعت ما قلت؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع منه إلا شانه. يعني والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره معايا. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. يعني الرفق ده منها مثلا منها الدفع بالتي أحسن. أنت ممكن يبقى في عدو ليك ويبقى بتناجزه وتعاديه وتناصبه العداء وتنتقم منه وينتقم منك طول العمر، ولكن بخلق واحد هو الدفع بالتي هي أحسن أنت تعيش مرتاح هو عيش مرتاح ولك عند الله الدرجات العليا. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداء. هل في موقف وقفت عليه أو مر بك لادفع بالتي هي أحسن فتبدل الحال؟ كتير كتير جدا. يعني أمام عيني أنا رأيت، يعني طبعا بدون داعي لذكر أسماء شيوخي غير أسماء يعني مثلا أحد الشيوخ سب وسمع سبابته بأذني معايا أمامي فذهب وأعطى هدية لمن سبه. سبحان الله. معايا الشخص الآخر تأثر تأثر شديد وتاب وأقلع عن سب، ودي حصلت كتير جدا. سبحان الله. الحقيقة احنا يعني مثلا ما تيجي تشوف، أنا أول مرة يعني أنا التزمت بفضل الله سبحانه وتعالى من وأنا يعني وأنا في رابعة ابتدائي كنت بصلي، والحمد لله تعالى أنا طول عمري في المساجد، فكان المنتقبات قليلات جدا جدا جدا، وكان في واحدة أو اتنين منتقبات زمايل أختي وكانت حسنات الخلق جدا، فأنا شعرت بداخلي إن كل نقاب وراءه حسن خلق ودين وأدب، وكل شيء يكلموني وأنا في خمسة ابتدائي إلا من وراء الشباك كده شراعة ويكلموني بأدب وبهدوء، وكنت أنا أصغر منهم بحوالي 5-6 سنين. إمتى انصدمت في بعض مرتديات النقاب والمختمرات؟ لما دخلت الجامعة وكنت في أتوبيس الجامعة والسواق مرضيش يقف لبنتين، واحدة منتقبة واحدة مختمرة، مرضيش يقف لهم في المحطة بتاعتهم. سمعت بأذني ما لم أسمعه من قبل، وفي الوقت ده فقط، شوف أنا في أولى جامعة في الوقت ده فقط، بس علمت إن 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 المنتقبات قد تكون إنسانة عادية وتغضب كما يغضب الناس ويعني وتؤذي يعني الناس بلسانها. كنت مفكر نقاب ده يحولها الملك يعني. هذا ما كنت أتصوره والله بجد. فضلت في هذا إلى أولى بسبب حسن خلق البنتين صاحبات أختي دول، فضلت من عمري حوالي مثلا 8-9 سنين أحسن الظن في كل من أرى، ولازلت. ولكن اللحظة الأولى اللي اكتشفت إن, إن, إن الناس قد يكون عندهم حسن خلق أو سوء خلق من هذا الأمر، مثلا رحمة الصغار، رحمة الصغار والصدق مع الصغار معايا. الموضوع ده مر الأقرع بن حابس على النبي عليه الصلاة والسلام فرأه يقبل الحسن أو الحسين، فقال أتقبلون أبناءكم؟ إن لي من الأبناء 10 ما قبلت أحدا منهم. ساعات الرجل ليتباهى. 10 ولا واحد حن لي، ولا واحد بص، ولا حد، ولا شفتيه لمست بشرته. سبحان الله. يعني الله يعني ده بقى له كم سنة ما قبلت. هو صحابي بس احنا بنتكلم على الطبائع يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ خلق الرحمة مش عندك. قال له كده، قال له خلق الرحمة مش عندك. أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. يعني أنت مثلا في حسن الخلق لو ما كلمتش الناس بهدوء الناس هتكلمك بعنف، أنت لو ما ركنتش بشكل كويس بسيارتك عشان تسيب للناس ركنة يكونوا فيها هتبص تلاقيهم يعندوك بعد كده. من لا يرحم لا يرحم، اللي يضيق على الناس في المشي هيضيقوا عليهم كمان في وهكذا، واللي يكلم عن الناس هيكلموا عليه. ودي سنة مضطردة في صاحب حسن الخلق وسوء الخلق. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبع عورتهم ليه سيعامل بالمثل، ومن يتبع عورتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع عورته يفضحه في بيته. فالسنة مضطردة، حسن الخلق كل حسن معايا، ومن يتصبر يصبره الله، ومن بس الحديث ده يا شيخ أمين حديث مخيف، معناه اللي هو من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، يعني مش تتبع الناس عورته،
كعقوبة الجزاء من جنس العمل؟ لا، تتبع الله عورته. طب لما ربنا يتتبع عورة الشخص، يعني الناس مهما علمت عن الإنسان هتعرف قد إيه عشر حقيقته. قال جعفر بن محمد لابنه: يا بنيه من كشف عورات إخوانه كشف الله سوءات بيته، ومن استل سيف البغي قتل به، ومن احتفر بئرا لأخيه سقط فيها، ومن خالط السفهاء حقر، ومن خالط العلماء وقر. يا بني قل الحق لك أو عليك، وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال. نعم معايا. ده جانب. في جانب تاني أنا هحكي لك بقى، يمكن الدكتور حازم ذكرني بقول احكي بقول الإمام أحمد. احكي يا شيخ أمين، احنا بقى اللي بنشوفك في التلفزيون. بقول الإمام أحمد قولين في منتهى الخطورة. لمين؟ تفضل. معايا. لإمام الأئمة النبي عليه الصلاة والسلام. والحديثين في صحيح الترغيب والترهيب وكلاهما صحيح. نعم. معايا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خاصم اللي عنده سوء الخلق والمشاجرة والمشاحنة، وإن أبغض الناس إلى الله الألد الخصم. نعم. اللي هو يعني لدود الخصومة ولدود في بيخصم بعنف وفجور. قال النبي عليه السلام تعرض الأعمال في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء. بين أخيه شحناء، ده اللي احنا عارفينه. الجديد بقى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خاصم أخاه في واحدة، من خاصم في باطل فهو في سخط الله حتى ينزع أو حتى يرجع. لا، في بقى الجديد بقى تاني: من خاصم أخاه خرج من الإسلام حتى يعود إليه فيعود إليه إسلامه. صحيح الترغيب والترهيب. صحيح الترغيب والترهيب. اللي بعده، الحديث اللي بعده، قال النبي عليه السلام: لا يدخلان الجنة من تخاصما، إذا تخاصم المسلمان لا يدخلان الجنة، وإن دخل لا يلتقيان فيها. طب الحل إيه يا شيخ أحمد؟ الحل إيه؟ عايزين أخلاقنا تتحسن في عجالة كده في نقاط. والله يا شيخ غريب، اللي هيسمع كلام النبي في حسن الخلق عليه الصلاة والسلام ويستشعر برضو كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ذم سوء الخلق، إن شاء الله يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. يا رب حسن أخلاقنا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج. الإنسان من لما يستشعر إن أعظم عطاء ممكن ياخده هو حسن الخلق هيسأل ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يدعو: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. إنسان منها يستشعر أن قبل ما يتكلم بالكلمة الكلمة مش هتعدي، أن قبل ما يعمل فعل الفعل مش هيعدي، قبل ما يتكلم بالكلمة في عرض حد أو يجيب سيرة حد أو يغلط في حد يفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها كرجل يأتي أمة والعياذ بالله، وإن أربى الربا سطالة رجل في عرض أخيه. لما استشعر الحديث ده أخف. النبي صلى الله عليه وسلم ده أفظع من زنا المحارم بكتير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: درهم يصيبه الرجل من الربا أشر عند الله من 36 زنية، درهم واحد، وإن أربى الربا سطالة رجل في عرض أخيه. الإنسان يستشعر إن لما يؤذي حد بكلمة بفعل العرض بشارة استطالة الرجل في عرض أخيه، العرض الغيبة كل الغيبة والنميمة العلماء يعرفون العرض وكل ما يقبل المدح والذم. أي إساءة للشخص. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني أبو داود والطبراني أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أذى جاري سوء خلق، فقال: يا رسول الله أشكو إليك أذى جاري. قال: ارجع فاصبر على أذى جارك. يروح ويرجع: أشكو إليك أذى جاري، ارجع فاصبر على أذى جارك. يروح ويرجع: ارجع فاصبر على أذى. ثالث مرة قال له: اذهب فاطرح متاعك في الطريق، وإذا مر عليك أحد فقل إن جاري يؤذيني. فكان لا يمر عليه أحد إلا ويقول: جاري يؤذيني، فكانوا يلعنونه ويدعون عليه. فذهب رجل وقال: يا رسول الله إن الناس يلعنني. فقال: لقد لعنك الله، سوء خلق، سوء خلق من هذا الرجل. شوف وصل لإيه، لقد لعنك الله من فوق سبع سموات قبل أن يعنك الناس. عايز أقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار لا يعمران الديار. شوف كم البيوت اللي اتخرب بسبب سوء زي سيء الخلق مع زوجته. شوف كم من الناس بتتقلب في سخط الله بسبب انه سيء الخلق مع ولد والدته.
النبي يقول صلى الله عليه وسلم رضا رب في رضا الوالدين وسخط رب في وبيتقلب في سخط الله بسبب انه سيء الخلق مع الوالدين. شوف النهارده كم الهائل من الناس اللي قطعوا الارحام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. ربنا سمى تقطيع الرحم فساد في الارض. اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. شيء صعب جدا الوقوف فأصمهم وأعمى أبصارهم. الوقوف على النصوص اللي بتأكد على سوء الخلق مش بسيط. التعامل مع الناس أو أذى الناس بكلمة أو فعل أو إشارة أو حركة إذاء الناس مش بسيط عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم. يا جماعة المسألة أكبر مما نتصور بكثير, أكثر مما نتصور بكثير. لأن أأذي إنسان بكلمة بحركة فعل إشارة لا مسألة. إذا كان إذن من أهم الأسباب الحديث ده أختم بيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويا رب كده أنا يعني أرجو أن الحديث ده أوجهه لنفسي الأول وأفهمه كويس. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاب عبد وخسر, خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. خلق بس تنزع كده ده خائب وخسران دنيا وآخرة. خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. بارك الله فيك يا شيخ أحمد, ربنا يحفظك يا رب. برضو نفس السؤال يا شيخ عبد الرحمن, ما هو السبيل لتحسين الأخلاق؟ الحمد لله في نقاط رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السبيل إلى حسن الخلق وليس هذا اجتهاد مني بل ذكره صاحب الإحياء ولخصه ابن الجوزي وغيره. نعم. أن الطريق ليرجع الناس الخلق يعني. الطريق إلى حسن الخلق, أنت عاوز تبقى عندك خلق حسن وليست هذه الصفة فيك أو ليست هذه الصفة فيك, عندك أربعة أشياء. نعم. الأمر الأول بإجازة الأول, الأمر الأول هو الدعاء. الأمر الثاني هو تكلف حسن خلق أو نقول التخلق. الأمر الثالث بالتحلق. الأمر الثالث مصاحبة حسن الخلق. الأمر الرابع إصلاح العيوب. الأمر الأول ألا هو الدعاء. لابد يعني من يتابعني أنا أقول لنفسي دائما سلاحنا الأول وأحيانا يكون هو السلاح الأوحد أن نقول يا رب كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم كما حسنت خلقي فخلقي فأحسن خلقي, كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. يبقى الدعاء. ثانيا التخلق كما تفضلت, إنما الخلق إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. أنا كلمة تسمعها من الشباب أنا بتخنق بسرعة أنا بصبرش بسرعة, سيأتي ذلك بالتحلم. يعني إيه؟ يعني أعود نفسك يوما بعد يوم إن أنا أتحلم, لو أنا أخطأت أعاقب نفسي. ثالث حاجة مصاحبة حسن خلق. أكيد أنت لو مشيت مع مجموعة من الدعاء وأنت عينك زاغب بتبص على البنات يسافر مع حد بص. يسافر مع الدكتور حازم الشيخ أمين الشيخ أحمد جلال. أنا دايما بقول الله يكرمك اللي الحسن متكبر يمشي مع المتواضعين شوية. نعم. الحسن هو لسانه بيفلت على طول يمشي مع المؤدبين شوية. نعم. مصاحبة الرجل على دين خليله كما في سنة أبي داود الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخاله. هذه ثلاثة. الرابعة وهي مهمة جدا ألا هو يعني إصلاح العيوب. إصلاح العيوب يعني. نعم. أنا أبص لنفسي وأنا عارف إن في عيب أصلحه. طب أصلحه إزاي؟ أعاقب نفسي بطاعة يا أخي. لو أنا قلت كلمة غلط لواحد أروح أصوم ثلاثة أيام. لو أنا نبصت بصة غلط أقوم ليلة كاملة. أعاقب نفسي يوم هذا العقاب أولا يمحو هذا الزلل الحسنات يذبن السيئات. ثانيا يلسعني يفكرني بعد احنا في 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 هذه أربعة أشياء في نهاية في نهاية هذا اللقاء. أنا عايز جملة واحدة بس نتوجه بها لمجتمعنا في هذه الظروف الصعبة العصيبة التي نجني فيها الثمار المرة لضعف وجود حسن الخلق في الشارع. جملة واحدة بس من كل شيخ عشان ننهي الحلقة. يعني رحمة بديننا كفاية تشويه لصورة ديننا, كفاية تكريه للناس في الإسلام أكتر من كده. اللي بيسلم بره وبيجي بلدنا بيقول الحمد لله أن أنا أسلمت قبل ما أشوف المسلمين, لأن لو كنت شفت أخلاقهم ما كنتش فكرت في الإسلام. تفضل يا شيخ أمين. الخلق ثمرة الدين, الخلق ثمرة الدين. فبقدر ما عندوش خلق فبقدر خلقك بقدر دينك. نعم. وإحنا في هذه الأيام محتاجين لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعفف يعفوه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفوه الله ومن يتصبر يصبره الله. جزاك الله خير.
ربنا يكرمك. تفضل يا شيخ احمد. عايز اقول لكل اخواننا واحبابنا الابناء الطاهرين، جمله بس مش طويله ان شاء الله. والله انا اعلم ان الكل بيشعر بمراره الظلم في هذه الايام. صحيح. فلا يدفعن الظلم احدكم الى اساءه الخلق، لان مش من باب ان الاعلام والناس بتتابع صفحاتنا او بتتابع اخبارنا، ولكن من باب ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتسب الناس في وقت الشده، في وقت الاذى. حسن الخلق هيظهر في وقت الازمات. احنا في ازمه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يهلك الظالم وان يعيد الحق لاهله. عايز اقول حسن خلقنا لازم يظهر في الوقت ده، وكل ما هيظهر الحسن الخلق ده احنا هنكتسب طوائف كتير جدا جدا من المجتمع داخل الصف الاسلامي، وهذا هو المراد. نعم، جزاك الله خير. تفضل يا دكتور عبد الرحمن، مسك الختام. اللي بيحب النبي يحسن خلقه. أيوة. اللي بيحب النبي ويحب الله قبل ذلك عشان يقترب يحسن خلقه، يقترب من القمة. نعم. الحمد لله حمدا كثيرا أن أتم علينا النعمة بهذا المجلس الذي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. حبيبي في الله، في نهاية هذا اللقاء وبعد رسائل الإخوة الأحباب، لا أستطيع أن أتكلم بعد ذلك. كان معنا النهاردة دكتور حازم، الشيخ أمين، الشيخ أحمد جلال، الشيخ عبد الرحمن الصاوي. بارك الله فيكم، اللهم حسن أخلاقنا. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.